الجيم 3 لعبناها هوني الأولانية خسرناها، ما حضرنا ماتشونا فات، مي هبطنا شويه هكايا، فما شويه هكايا كما كبرنا كبرنا الماتش على رواحنا، معناها حطينا صحيح 100% رابحين قبل ما تبدا الكوره، دونك سي تو افي نورمال، صعبنا الماتش على رواحنا، ونادي الافريقي الماتش هذاك عمل لقاء بلان معناها كامل به. اليوم حطينا ساقينا في القاعه، ركزنا على الديفونس، ركزنا على الشيما تكتيك نتاعنا باش نخدموه مصحاح للاخر، سمعنا كلام الستاف تكنيك نتاعنا، تو سامبلومون هزينا البطوله في الجيم 4 معناها الحمد لله، وهارد لاك للنادي الافريقي. صحيح سالتني تو قلت لي ليزوموسيون اللي تعديت بهم اليوم كاسحه ماهيش ساهله، سي تو في نورمال، وباش تهز تيتر في اجواء كيما هكايا، معناها كيما تعرف ما نعرفش كان الناس الكل سمعت اليوم ولا الماتش اللي قبله السبان الشخصي معناها تحديدا، انا ما ضريت حتى حد خويا، انا نلعب باسكيت ومحليها الباسكيت ومحليها التيران، وجوارات راهو برشا فما اصحابنا، وما عندناش قلق في حكاية هذيا واللي قدام جمهور الافريقي والمسار احنا الجيم 2 اللي في هي حكايه ما مش تحكيش ماهيش، انا الجيم 2 ربحنا معناها ماتشونا بعد ما خرج الوفد نتاع النادي الافريقي معناها من الصاله، وخاصه ترزش شطحنا مع جمهورنا، وديك خدمتنا راهو كدي سبورتيف بروفيسيونيل نحبوا نفرحوا العباد، فما عباد خويا تدفع في فلوس، فما عباد تبع في الجمعيه هذيا لازمنا نفرحوهم، كيما جوارات النادي الافريقي لازمها تفرح جمهورها، وهذا العادي معناها سي سا معناها هذاك راهو الميساج النوبل نتاع السبور، السبور راهو مشغول باش يفرح العباد، مش باش نستريسيهم وندخلوا الغوله في عباد الكل، نخليوا البلاد كامله معناها شاعله، ان شاء الله ربي يهدي اللي كان سبب، احنا خويا نخدموا على رواحنا، اوني بروفيسيونيل، اليوم هزينا الشامبيون وهذا يضمن لنا معناها الترشح زاد اوتوماتيكمون للبال، والحمد لله، ومازلنا نخدموا على رواحنا، مازال عندنا فينال زاد كوب، ان شاء الله ماناش مسلمين، معناها باش نلعبوا تيترواتنا الزوز للاخر، هذا الاولاني، مازال الثاني وربي معانا ان شاء الله. دموع غاليه، دموع غاليه في المقابل، اعتراف كبير من اصحابك يهزوك اليوم بعد الماتش. عندي اصحاب وعندي رجال، عندي اصحاب وعندي رجال، عندي اصحاب وعندي رجال، وحتى واحد محمل فيا لسبان ولا حاجه ولا، انا ما رديتش الفعل ونلعب على روحي كما قلت لك بروفيسيونيل، وعمري ما باش نرد الفعل، تربيتي واخلاقي وبابا وامي ما علمونيش نكون هكايا، الحمد لله اللي ربي خلاني هكايا معناها ستابل مونتالمون، اللي نجم نريزيستي حتى في دون دي كونديسيون باري، ومهما صعبت زاده جبولات تخرج الحمام الاسعد موجود. توجهت باش نسلم على اصحابي، معناها انا هكا مخي وفي الماتش، انا بالنسبه لي انا اللعبه صحيح توفى غاديكا، نمشي نسلم اصحابي، فما اللي يسلم علي وفما اللي ما حبش، ماناش نخلقوا منها مشكله، سي توت في نورمال، فما دي سونتيمون العباد الكل حاسه، سي نورمال انسان خسر تروح مش باش يجي معناها يسلم عليك، انا عادي معناها مشيت حبيت نسلم اميكالمون ما قبلوش. انا هاني جو سوي لا باش نفرح مع اصحابي، والحمد لله، وان شاء الله هارد لاك للنادي الافريقي، وان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب ويعطينا احنا ويعطي الناس كلها على قد قلوبها، اي سير تو يعطي الناس الكل على قد قلوبها، خويا على قد قلوبها، وكل واحد يعرف قلبه اش فيه، الحمد لله.